اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الاخبار قناة تناصح، والبداية بالعناوين. هدوء حذر يسود محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، ووزارة الصحة تعلن حصيلة الاصابات في اشتباكات الامس. فشاغ يستعرض في اجتماع دولي موسع التحديات التي تواجه وزارته، وسلام يجدد دعمه لداخلية المقترحة. هيئة الرقابة الإدارية تجدد مطالبتها برفع الحصانة عن المصري، وتشدد على خضوع مجلس الدولة للهيئة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تشهد المنطقة الممتدة من معسكر النقلية بطرابلس المطار إلى مفرق طويشة بقصر غشير هدوء حذر، مع سماع أصوات الرماية المتقطعة بالأسلحة المتوسطة بين الحين والآخر. وأفاد مراسل تناصح ظهر الخميس بعودة حركة السير بالشوارع الرئيسية لبلدية قصر غشير، إلى جانب دخول تحشيدات عسكرية تابعة لقوة حماية طرابلس التي نشرت عربات مدرعة وآليات ثقيلة على أغلب المفترقات في ساعات الصباح الأولى. وأكد المراسل تواجد فرق جهاز الإسعاف والطوارئ بشكل مكثف تحسبا لاندلاع المناوشات بشكل مفاجئ. هذا وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أن حصيلة الإصابات جراء الاشتباكات المسلحة ظهر الأربعاء جنوبي العاصمة طرابلس بلغت 6 قتلى و38 جريحا. وبحسب إحصائية إدارة شؤون الجرحى أن من بين القتلى مدنيين 2 و3 عسكريين وقتيل آخر مجهول الهوية، إلى جانب شخص مفقود، مضيفة أن حصيلة الجرحى وصلت إلى 36 عسكريا و2 من المدنيين حالاتهم بين المتوسطة والخطيرة. وأشارت اللجنة إلى أن الإحصائية التي تم إنجازها جاءت بالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم. من جهتها أعلنت قوة حماية طرابلس بيان الله الخميس عدم امتثالها لقرارات المجلس الرئاسي المقترح إلا حينما تصدر بإجماع أعضائه 9، وذلك لحين انتخاب رئيس للدولة وسلطة تشريعية كونه يكيل بمكيالين ويدعم دعاة الحرب بحسب البيان. ونددت قوة حماية طرابلس ما وصفته بالردود الرسمية المرتعشة تجاه تشدد هجوم اللواء 7 على المرافق والمنشآت بالعاصمة طرابلس. وتساءلت القوة عن المستفيد من هجمات اللواء 7 وعن مصادر دعمه وتسليحه والشخصيات التي تقف خلفه من داخل وخارج ليبيا، منتقدة قرار داخلية مقترحة بتكليف اللواء 7 لتأمين مطار طرابلس الدولي ومحيطه. حمل اللواء 7 ترهون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الراعية لارتفاق تصرفات ما وصفها بالميليشيات المعتدية على مواقع تمركزاته. وأكد اللواء في بيان له التزامهم طيلة الفترة الماضية باتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الموقع في أكتوبر 2018. وطالب البيان كافة الأهالي بمناطق سبعة وسوق السبت وقصر غشير والخلة بضرورة التعاون مع قوات اللواء والإسهام في تأمين مناطقهم وأخذ الحيطة والحذر، معتبرا إياها مناطق عملية عسكرية. أوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة الصحة عمرو الطوير أن عددا من الجرحى يتلقون العلاج بالمستشفيات العامة والمصحات الخاصة، وأن أحوالهم الصحية مستقرة فيما عدا حالة واحدة تتلقى العلاج داخل غرفة العناية المشددة، مشيرا أن الوزارة تسعى لتوفير النواقص التي تحتاجها أقسام الإسعاف والطوارئ في عدد من المستشفيات العامة بالعاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الصحة والوفد المرافق له لعدد من الجرحى الاشتباكات التي جرت ظهر الأربعاء جنوبي طرابلس.
نظم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس مع فريق من الطلبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقفة احتجاجية على خلفية مقتل الطالب محمود شليبك. ورفع المحتجون في وقفتهم الخميس في جامعة طرابلس شعارات تندد باستمرار الحرب في طرابلس، داعين إلى إيقافها حفاظا على دماء شباب ليبيا. يذكر أن الطالب شليبك قتل يوم أمس الأربعاء بعد رجوعه من الجامعة متجها إلى منطقته والتي شهدت اشتباكات متقطعة. أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة دعم المجتمع الدولي لوزارة الداخلية في الحكومة المقترحة للقيام بعملها في بسط سلطة الدولة وفق قوله. جاء ذلك في اجتماع موسع عقد صباح الخميس في العاصمة طرابلس برعاية البعثة الأممية ووزارة الداخلية في الحكومة المقترحة وبحضور عدد من سفراء الدول الكبرى. من جانبها اعتبرت نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز الاجتماع الموسع تقديرا من قبل بعثة الأمم المتحدة لضرورة دعم وإعادة إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، مشددة على دعم المجتمع الدولي لهذه الخطوة. من جهته أكد وزير الداخلية في الحكومة المقترحة فتحي باشا أن أبرز التحديات التي تواجه وزارته هي وجود التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة والإرهاب الدولي. وبحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة، فقد دعا باشاغا خلال الاجتماع الموسع مع ممثلي المجتمع الدولي إلى المساعدة على التدريب المتطور والتجهيزات اللازمة للمراقبة والرصد ومكافحة الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى رفع الحظر عن استيراد السلاح، مشيرا إلى أن وزارته لا تنقصها الموارد المادية. واستعرض وزير الداخلية رؤيته لعمل الوزارة، إضافة إلى تمكين الإدارات الأمنية التابعة للداخلية وتوفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلي الدكتور محمود إسماعيل وهو المحلل السياسي. بداية نرحب بك سيد محمود. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك. كيف ترى مخرجات هذا الاجتماع بين وزير الداخلية وسفراء المجتمع الدولي هذا اليوم؟ إلى الآن مع أن البيان الرسمي لم يصدر بعد أو لم أطلع عليه، ربما صدر، ولكن واضح عمليا أنه محاولة قدر الإمكان من المجتمع الدولي للقول بأنني أقف مع وجود الترتيبات الأمنية ومع ما يتم العمل على طرحه من آلية تنفيذ لهذه الترتيبات. ولكن الواقع العملي وما يجب أن يفهم من الجميع أن تحقيق الأمن يقتضي احتكار استخدام القوة من ناحية، وأن العواصم دائما ذات طبيعة خاصة في صدام حساسيتها بدون مراعاة هذه الحساسية ذات الطبيعة الخاصة والدرجة الكبيرة بدون توفر الأمن مفترض ستكون النتائج سلبية. وأيضا العواصم أيضا طبيعة خاصة فيما يتعلق بآلية التطبيق التي تنظم العلاقة فيها ما بين سكان العاصمة وحكمها المحلي والعلاقة ما بينها وبين مؤسسات الدولة الخاصة الخاضعة لها، يكون هنا عاصمة يجب أن توضع على أسس لها العلاقة، وهذا واقع. وأيضا قبول المدينة بكونها عاصمة يفرض دولة منها واختفاء ما يتعلق بأي جهة نزاعات أخرى. مهم جدا أن لا توجد أي سفك للدماء، وهذا حقيقة الخطأ الليبيين جميعا مهما كان. يجب أن تكون أيضا هناك رسالة واضحة مؤدها في أن الخلل فيما يتعلق بآلية الترتيب للاحتكام للقوة هذا خلل لا شك، وأيضا آليات تنفيذ ما يتعلق بالخطة الأمنية معنى ذلك أن هناك خلل سواء في صياغتها أو في آليات العمل بها. سأتكلم على أنه لم يتم القسم بين القوات ولم تتخذ إجراءات، إذا هناك أن أحكام العاصمة أيضا نجد من المهم جدا الإشارة إلى أننا نحن لسنا بدءا من الدول، ويجب أن يكون هناك نضوح فيما يتعلق بكيف يمكن العمل على وضع قواعد مراسمة لا تكون قابلة للتطبيق لجميع الجميع الدول الليبية، يكون يرضى بها الجميع ويكون أيضا محتوية للجميع. هذه الاشتراكات لا شك أنها دامية ولا شك أنها مؤذية للجميع، ويجب أن لا يبتعد عن طرد الأذرياء. نحن نظن جدا الإشارة إلى أن هؤلاء يجب أن يبتعد الجميع على قتل الأذرياء وعلى المساس بالمدنيين وعلى أن يكون هناك استخدام للقوة إلا في ميعادها. هذه هي الحقيقة، إن مجرد انتهاء الصراعات وسيطرة جهة وإسلام باب المنهج لا يمكن الصراع أو يؤجل الصراع أو يغري المستفيدون منا أكثر من أن يكون إنهاء الصراع. سيطرة مجموعات بل واتجاهات ومهما كانت القيد ولا كانت على أي أمر سيؤدي إلى نوع من خلق آلية أخرى. مهم جدا أن يقال بأن أي اعتداء على العاصمة
خطر حقيقة، وأي كذلك أي استخدام للقوة بدون أن يكون هناك باتجاه الدولة الرسمية أو بناء الدولة الرسمية يكون خطر. المجتمع الدولي بل خجول في دعم الدولة الليبية، لم يكن دعم الدولة الليبية، إنما كانت الدعوات في إمكانية الدعم مجرد بيانات تصدر أو إقرار تنقل. إلى الآن هذا هو الواقع العملي، ولذلك إذا كان ذلك كذلك فمن المهم أن المجتمع يحتاج إلى أن يكون هناك جمع ما بين الفاعلية والشرعية بحيث يكون الشرعي والشرعي فاعل، وأيضا صياغة نصوص واضحة بقواعد التحميل العاصمة، وأيضا حماية المؤسسات الموجود بها وإشراف الليبيين جميعا، والتأكد بشكل واضح على أهمية البحث على ما أيضا في كل ما يعيق هذه المسائل، وأن يكون هناك وضوح وشفافية في كل الأمور، وأن يكون هناك تحقيقات منطلقة وليتم إصدار قرارات بالخصوص، وأن أيضا وجود نوع من الآليات التشاورية ما بين المدن. هناك أيضا مدعي للقول بأنه على الجميع أن يقف ما يتعلق على استخدام السلاح واستخدام القوة، وهناك المتضررين طيب. وهناك الضعفاء، وهناك أيضا لا يوجد ما بين الليبيين ما يدعوهم إلى الاقتتال، إنما ما يدعوهم إلى أن يكونوا يرغبوا كل صدع. نعم دكتور محمود، هناك أيضا حراكهم بالجنوب وإشكال، وحراكهم بالعاصمة وحراكهم بالشرق، هناك كثير من الإشكاليات في ليبيا. لا نأمل أن يكون هناك نوع من التعقل في الجبهة، ويجب أن يصحب النصاب أمام كل من يحاول قدر الإمكان أن يكون هناك إشكال وهناك حلول لحل الوطن. نعم، هل سنرى نتائج ملموسة على الأرض الواقع بعد هذا الاجتماع في رأيك؟ أتوقع أن يكون هناك جزء من النتائج، ربما التهدي هي سيدة الموقف، ولكن التهدي التي لا تبنى على أسس قطعية تكون مآلها الانهيار كما غيرها من الاتفاقات. هناك 14 وكان هناك تهدي، وكان هناك وقف لإطلاق النار، وكان هناك انتحاب لما ربيع القوات، ولكن حصل ما حصل. إلى أين نحن ذاهبون إذا كان هناك كلما تم تعريفه قرار أو إجراء هناك قتال؟ كل ذلك يؤدي إلى إشكاليات، يجب أن يبعث أو يحاول قدر الإمكان البحث على الأسباب الفعلية الكامنة وراء تحليق هذه القرارات، سواء كان المطار أم غيره، ثم أنه يتم العمل على أن يكون هناك إشراف للموجودين سواء الفاعلين على الأرض. يجب أن يكون هناك نوع من التشاور الفعلي ونوع من التعقل في حساب الأمور، ويجب أن تكون القرارات أولهم، بأن نعم المجلس الرئاسي ضعيف بل ميت سريريا، وأيضا ما يتعلق بالأجسام الأخرى الذين مدعوون إلى ميلاد أن يكون هناك جسم قادر على إنقاذ الوطن، وأن يكون ذلك كذلك، وأن يكون الجميع بمعيته، وأن يكون أيضا قادرا على الدفع للأمام من أجل ليبيا ومن أجل الوطن ومن أجل المواطن ومن أجل أمنه. كل من قام بقتل أو غيره حقيقة هذا أمر لا مبرر له وسيلحق القانون. كل ذلك يعتبر مخالفة من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية ومن الناحية الاجتماعية. إن الليبيين يحتاج إلى أن يكون هناك حلول، هذه الحلول الوردية والدعوات إليها ربما لا تكون ما لم يكن هناك سلطة فعلية وقادرة وقابلة للتطبيق، وأن تتمتع أيضا بالشرعية وأعمالها تكون أيضا مشروعة. نعم دكتور محمود، كيف يمكن بسط النفوذ الداخلية على الدولة في ظل التشكيلات المسلحة التي نراها اليوم؟ بكل تأكيد لا شك أن من المهم جدا بداية أن توضع قواعد للتأمين واضحة المعالم، وأن تكون ويدرك الجميع بأن القواعد التي وضعت يبدو أنها غير قابلة للتطبيق أو مستحيلة للتطبيق، إذن يجب أن يعاد بها النظر. من الناحية الثانية يجب أن يبحث على الآليات التي يتم بها التنفيذ، ومن الناحية الثالثة يجب أن توضع قواعد أيضا من العاصمة واضحة المعالم مشروعة للليبيين جميعا، ويجب أن يدرك الجميع بأنه أي عبث بأمن العاصمة يعتبر خطيئة مهما كان وكيف كان. إذن نتكلم على واقع مفترض، ولكن نتكلم على أجسام غير قادرة على التنفيذ وغير قادرة على إصدار القرارات. المجلس الرئاسي حقيقة إلى الآن ظل شبه عاجز، ولذلك يظل من المهم جدا الإشارة إلى أنه يجب أن يكون هناك قرارات جريئة معيب على المجلس الرئاسي أن لا يصدر بيان فيما يتعلق بهذه الأحداث الدائمة، وأكثر منه أيضا إعوجاجا في أن يتم هناك استمرارية أو تلكؤ في عدم وقف إطلاق النار. من المهم جدا أن يوقف إطلاق النار وأن يحترم هذا الوقف، وأن يكون هناك مدعاة لعملية أن يكون هناك سلم اجتماعي وأهلي وأن يسعى فيه وبكل قوة. كل غير ذلك لا يمكن أن يكون مضررا. قواعد تأمين العاصمة هي قواعد عامة، وذلك من المهم أن يشار إليها، ويجب أن يسعى. نعم ليبيا يجب أن تكون لديها مؤسساتها ووزاراتها، ويجب أن تحترم قراراتها، ولكن أيضا يجب أن تراعي جميع الظروف وجميع الإمكانيات، وأن تراعي الموجودين جميعا بدون استثناء مهما كان وكيف كان. نعم دكتور محمود إسماعيل المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. لم تمضي أشهر على توقيع اتفاق هدنة بين الأطراف المسلحة بالعاصمة طرابلس حتى استؤنفت المواجهات ظهر الأربعاء.
مخلفة قتل وجرحى تحركات عسكرية شملت سبها وجنوب العاصمة، الأمر الذي يطرح تساؤلات لا سيما بعد تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الترتيبات الأمنية الجديدة التي تسبق الملتقى الجامع. نتابع. في مشهد ليبي مليء بالتعقيدات السياسية منها والأمنية، تصاحبه ما وصف بتسابق لأطراف الصراع لبسط نفوذ تحضيرا لمرحلة لم تعرف تفاصيلها بعد. فبعيد هدنة لم تصمد أشهرا جنوبي العاصمة حتى تعالت صوت المدافع من جديد الأربعاء في محيط مطار طرابلس الدولي بين قوة حماية طرابلس من جهة واللواء السابع ترهونة من جهة أخرى، وأنباء تشير إلى سقوط قتلى وجرحى في صدام لم تعرف خفاياه بعد، الأمر الذي جعل وزارة الصحة تعلن حالة النفير وتطالب المستشفيات العاملة في مناطق الاشتباكات رفع الجاهزية الكاملة تحسبا لأي طارئ. نعم، فقد لعبت الأنباء دورا أساسيا في الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس المختلفة جوهريا عن الترتيبات الأمنية التي كانت. نعم، البعثة ستقوم بنفس العمل في أي مدينة أخرى بعد نجاح عملية الأمنية. اشتباكات سبقتها تصريحات من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في زيارته لمدينة سبها، أكد فيها الانتهاء من وضع الترتيبات الجديدة في طرابلس، مشيرا بأنها ترتيبات تختلف جوهريا عن تلك الموجودة سابقا. ففي الوقت الذي ينصرف فيه سلامة من الجنوب تاركا خلفه تساؤلات حول ما أدلى به بشأن ترتيبات أمنية مقبلة، حتى أعلن قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب ممن وصفهم بالجماعات الإرهابية العابثة، تلتها تهديدات لرئيس الأركان التابع للنواب المنحل عبد الرازق النظوري بدخولهم طرابلس ومواجهة الإسلام السياسي على حد زعمه. وتأتي هذه التحركات تزامنا مع تجهيز الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد للملتقى الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية المزمع انعقاده في فبراير المقبل، خطوة جاءت بحسب ما رآها البعض محاولة لتجاوز أجسام اتفاق الصخيرات الذي لم تصل لتوافق بعد، والمضي نحو انتخابات برلمانية بعد عرقلة النواب لعملية الاستفتاء على الدستور التي طال أمدها. حلول أمنية واقتصادية وصفت بالهشة جعلت العاصمة على صفيح ساخن بعد إخفاق لنزع سطوة الميليشيات على مؤسسات الدولة ومقدراتها. تساؤلات تطرح، أهي ترتيبات أمنية جديدة أم أزمات لإطالة عمر الأزمة؟ خلافات قرأها متتبعون للشأن الليبي أنها فتحت الباب على مصراعيه للبعثة الأممية ورئيسها للعب دور أكبر في البلاد. وفي سبها طالب المجلس البلدي في بيان له جميع التشكيلات المسلحة غير النظامية دون استثناء بالانسحاب من المقار العامة والمؤسسات ليتسنى للجهات التابعة لهذه المقارات القيام بمهامها، داعية في هذا الصدد كافة الأجهزة الأمنية للمجاهرة بالأمن والقيام بمهامها المناطة بها. ووجه المجلس جملة من الأمور بما فيها دعوة المكونات الاجتماعية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين إلى جانب مساندة المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية والقضائية للقيام بدورها والتجديد على كافة المواطنين لمساندتهم في أداء مهامهم. قبلت المحكمة الدستورية بالمحكمة العليا الطعن الدستوري المقدم من عضو هيئة مشروع الدستور دو المنصور وآخرين بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد. المنصوري على صفحته الرسمية الأربعاء أكد بأن المحكمة قبلت الطعن بعدم دستورية التعديلين الدستوريين 10 و11 والمواد 2 و5 و6 و7 من القانون رقم 6 لسنة 2018. جددت هيئة الرقابة الإدارية مطالبتها برفع الحصانة على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وصفة في بيان لها رفع الحصانة من صميم عمل الهيئة معتبرة الردود الأعلى للدولة بغير القانونية.
أوضح البيان أن المسلم متهم بتجاوزات تضعه تحت طائرة المسؤولية التأديبية الجنائية، وشددت الرقابة الإدارية على خضوع المجلس الأعلى للدولة للهيئة عند حدوث أي تجاوزات تمس الخدمة العامة، لافتة إلى أن المشرعين منحوها كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة بحسب نص البيان. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سعي المجلس إلى توحيد المؤسسات السيادية في البلاد، داعيا في الجلسة التشاورية التي عقدت الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس نجدي الحوار عن النواب والدولة إيجاد صيغة توافقية تنهي حالة الانقسام المؤسسي. نسعى في إطار لملمة البلد أن احنا نوحد هذه الأجسام تبقى للاتفاق السياسي، لكن للأسف شريكنا في الاتفاق السياسي إلى الآن لم نتواصل معاه إلى إيجاد الآلية المناسبة خاصة في تعديل هذا الموضوع ما يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية. وصلنا لآلية مناسبة ما زالت فيها عرقلة في التنفيذ، لكن ما يتعلق بهذه الأجسام لم توضع الآلية المناسبة إلى هذا الوقت. نتمنى احنا أن يكون في تواصل من خلال لجان الحوار سواء فرادة ولا جماعات بمجلس النواب لغرض محاولة إيجاد طريقة أو إيجاد وسيلة لتوحيد هذه المؤسسات، لأن الانقسام أصبح مضر. وبخصوص الملتقى الوطني الجامعة، أوضح المشري أن الملتقى لن يكون بديلا على الأجسام الحالية، وإنما سيضع رؤية مشتركة لأهم القضايا بين الليبيين، وذلك بحسب خطة رئيس البعثة الأممية غسان سلامة. الملتقى كما تعلم جميعا هو جزء من خطة غسان سلامة اللي قدمت للأمم المتحدة واعتمدت بقرار من مجلس الأمن. وهذا الملتقى حسب التصور المبدئي أنه هو لن ينشئ أجسام بديلة وليس بديل عن أجسام قائمة، وإنما سيضع تصور لأهم القضايا اللي ممكن يكون فيها رؤية مشتركة بين الليبيين. أبدت الهيئة البنغازية سعادتها للمشاركة في المؤتمر الجامع في حالة دعوتها له، وأوضحت الهيئة في بيان لها أن حضور ممثليها ضروري لنقل رأي مهاجري بنغازي، مبدية تخوفها من انحياز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في العديد من الملفات السابقة. ودعا البيان إلى وضع ضوابط ومعايير للمشاركة، معلنة رفضها اعتماد التمثيل القبلي في الملتقى، وذلك لأنه مناف لمبدأ الدولة المدنية ودولة القانون. وأشارت الهيئة أنها التقت بلجنة الملتقى الجامع بمجلس الأعلى للدولة في مساء الأخير وضع تصور عام والخروج بموقف موحد لجميع القوى الوطنية، كل ذلك بحسب نص البيان. استضاف المجلس الاجتماعي في مدينة بني وليد لقاء يهدف إلى جمع أكبر عدد من الليبيين من كافة ربوع ليبيا بعيدا عن الاستقطابات والتجمعات السياسية التي تندرج تحت الولاءات الجهوية القبلية التي لا تهدف إلى وحدة الصف، حيث وصل أعضاء لجنة التواصل مع القبائل والمكونات الاجتماعية إلى مدينة بني وليد لبدء تحضير اللقاء الذي اتخذ شعار ليبيا وطن لمواطن بثوابت وطنية، والذي سيجمع ممثلين من مختلف القبائل الليبية. بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وحكومة الشركات وأدواتها الرقابية، وذلك لمناقشة مهام الديوان الرقابية وخصوصية قطاع النفط والإطار القانوني الذي يعمل في ظله. ديوان المحاسبة وعبر صفحته الرسمية أوضح الأربعاء بأنه خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس تم التأكيد على أهمية تبني أدلة استرشادية يمكن من خلالها تعزيز قواعد الحكومة في الشركات العامة، بالإضافة إلى مناقشة تحديات المرحلة وأهمية دور المؤسسة في الإشراف والرقابة على شركات القطاع. نشرتنا متواصلة مشاهدين وفيها بعض الفاصل. بعد أغلاقها لأيام إعادة فتح الموانئ النفطية شرقي البلاد. We'll be right back.
الآن إلى ربوع ليبيا الحبيبة. تصريحات خاطئة من ابننا فراج قعيد في حق القيادة العامة والمشير خليفة بن جاسم أكثر ضباط القيادة العامة. وأي واحد عنده حد بيقدر مش قادر يقدر بالعلن يجيبه إنه يقتلوه علنيا. عطبت عليك يا غيب شوقي. أهلا بكم من جديد. أعلن مصدر بموانئ السدرة والزيتين والحريق النفطية اليوم الخميس بإعادة فتح الموانئ بعدما تم إغلاقها قرابة 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية. أوضحت وكالة رويترز أن الموانئ فتحت من جديد بعد تحسن الأحوال الجوية، وشمل هذا الإجراء جميع الموانئ التي أقفلت بسبب سوء الأحوال الجوية. أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي في تصريحات صحفية على أن زيادة أسعار تذاكر الشركة أصبح أمر حتميا، مضيفا أن الشركة تحصلت على الموافقة بخصوص قرار رفع الأسعار، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي الاقتصاد والمواصلات ومصلحة الطيران المدنية. كما أشار المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية إلى جاهزية مقترح الأسعار الجديدة للشركة، وسيتم عرضه على الجهات المسؤولة للموافقة عليه والبدء في تطبيقه، حيث أوضح المتحدث بأن الموعد الرسمي لتطبيق قرار رفع الأسعار لم يحدد حتى الآن للعمل به. قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزارة تعمل على تفعيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزاوية بعد توقف دام ل5 سنوات. المكتب عبر صفحته الرسمية أوضح بأن إدارة الشؤون الطبية بالتنسيق مع إدارة مستشفى الزاوية التعليمي تعمل على إعادة تفعيل جهاز القسطرة القلبية وتوفير النواقص لعمل الجهاز، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، تتواصل هذه الأيام حملة المسح الصحي لمراكز إيواء المهجرين والتي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض. المركز عبر صفحته الرسمية أوضح بأن برنامج المسح الصحي يستهدف إجراء الكشوفات الصحية للمهاجرين على مرض الدرن ومرض الجدام، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات توعوية وتثقيفية للنزلاء بمراكز الإيواء وكذلك العاملين بتلك المراكز. ختام النشرة مشاهدينا وتذكير بالعناوين: هدوء حذر يسود محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، ووزارة الصحة تعلن حصيلة الإصابات في اشتباكات الأمس. بشا آغا يستعرض في اجتماع دولي موسع التحديات التي تواجه وزارته، وسلامة يجدد دعمه لداخلية المقترحة. هيئة الرقابة الإدارية تجدد مطالبتها برفع الحصانة عن النشر وتشدد على خضوع مجلس الدولة للهيئة. كما جاء في نشرتنا أيضا: بعد أغلاقها لأيام، إعادة فتح الموانئ النفطية شرقي البلاد. نشرتنا انتهت مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.